ايه كيف الشباب؟ معكم سباركلابتك، بدي اعملكم انبوكسنج ومراجعه لهالجيم باد من نايكو. شو هيدا؟ بس ما بلش بالمراجعه تاعتي، خلينا اعطيكم شوي فكره عن مين هن نايكو. نايكو شركه بلشت بال 96 بالولايات المتحده بلوس انجلوس بالاخص. هدفهم هن بس كانوا يعملوا اكسسوارز للفيديو جيمز، فبيعملوا كنترولرز او بيعملوا قصص لحتى يساعدوكم اضافيه، مثل كيف مثلا ماد كاب تعمل جوي باد خصوصا للاكس بوكس او للبلاي ستيشن. نفس الشيء نايكو بيعملوا كانوا هالحركات كلياتها. وعملوا مثلا اكثر شيء هن مشهورين كانوا بالانتركولر تاع الاكس بوكس 360 يلي كان المفروض هو بيبورد الكونسول وما تخليه يعمل اوفر هيتنج. للاسف اتضح انه هذا الانتركولر كان بيسحب كثير كهرباء من الاكس بوكس 360 اللي ادى لكثير من الناس اللي عندهم هالاكس بوكس 360 وشارين انتركولر لتحترق الكونسول تاعتهم وتنتزع. مايكروسوفت اكيد رفع دعوى عليهم، ونايكو جددت كل الالات تاعولها وعرضت انه تشتري كونسول جديد للناس اللي احترق الكونسول تاعولهم من ورا الانتركولر. وكمان عملوا نايكو نانتشاكس او مثل كنترولر للوي اللي كان مثل كاما اللي كان الهدف انه يكون استبدالا للوي ريموت تاع الوي. للاسف طلع الديزاين تاعه كثير قريب على النينتندو الاصلي، وللاسف كمان نينتندو رفعت عليهم دعوه واضطروا يغيروا الديزاين تبع الكاما كلياته او النانتشاكس اللي عملوه للوي. هلا اللي معنا ايه هو جيم باد. هذا الجيم باد او اللي هن مسمينه بلاي باد، ديفايس كونسول مثل الديفايس للاندرويد والتابلت كونسولز. فخلينا نشوف كيف شكله. بدي اعمل لكم اياه انبوكسنج هلا لحتى نقدر نطلع شو بقلب هاي العلبه. مثل ما شايفين هول العلب بيعملوهم كثير صعبين لتنفتح. رح احاول مجددا، بس اكيد اللي معود على الانبوكسنج تبعولي بيعرفني انا ما بعرف افتحهم لهالعلب، فبتكون سامحوني شوي عبين ما نحاول مره ثانيه. وصلنا على محل. اوكي طلع معي صندوق. اول شيء هذا الصندوق خلينا نطلع عليه، هو هيدا include hard case stand and charge dongle. يعني هذه الهارد كيس الظاهر بتحتاج تحطوا فيها كنترولر لحتى ما تنتزع اذا بدكم تحملوها معكم. ما بعرف اذا انتم عندكم سفره طويله او انتم قاعدين على طياره او اي شيء من هالنوع او بالترين او ما بعرف. هذه العلبه اللي بتحطوا فيها الجوي باد، مثل ما شايفين شكلها مهضوم، شكلها مثل الجوي باد. هون في عندكم الزرار، عندكم الانالوجز، هون الدي باد محطوط هون. ففعلا هدفهم كان انه يفرجوكم علبه لتقدروا تحطوها فيها. هذه المانوال كنترول تبعه ما حتستعملوه. وفي عندنا هذا ستاند. هل هذا ستاند لشو بس، للكنترولر ولا للاندرويد ديفايس؟ على الارجح للاندرويد ديفايس، هلا بنكتشف هلا بعد ما نجربها. اوكي الكنترولر اول شيء حيخطر ببالكم انه كثير قريبه او اخذ افكار منها مقتبسه من الكنترول تاع الاكس بوكس 360. لاحظوا هون اول شيء زرار اي بي اكس واي مثل الاكس بوكس، انالوج واطي، انالوج عالي، وعندنا الدي باد هون موجود، وحتى زرار اللي هون ما بعرف اذا مبينين معكم، خليني اجرب افرجيكم اياه هون على الكاميرا اعمل لكم فوكس عليها. فوكس اوكي. اذا بتنتبهوا في عندنا الهوم باتن، ودغري جنب الهوم باتن في عندنا الستارت باتن والباك باتن اللي شكلهم مثل الاكس بوكس 360 كنترولر. خلينا افرجيكم اياه هون لتشوفوا المقارنات. مثل ما شايفين الاقتباس من الاكس بوكس 360 كنترولر واضح. هلا هون بس نحن ما جايبين كنترولر، ما فارق معنا هالكنترولر اذا مقتبس من الاكس بوكس 360 ولا لا، فارق معنا اذا الكنترولر مريح او اذا فينا نستعمله. مثل ما شايفين انا اذا بحمله بايدي، لاحظوا قد ايه صغيره بايدي، بس مع انه صغيره مريحه المسكه تاعتها. ما بلاقي حالي انه مزعوج ان انا عم بستعملها ابدا، بالعكس الكبسه كلياتها ماشي حالها. في اثنين تريجر باتنز هون وايدي بيجوا بسهوله على الزرار كلياتهم هيك. ففعلا بصراحه الديزاين تاعها مش مثل ما انا كنت متوقع، كنت متوقع بصراحه انه تكون شوي اصعب لاتحكم فيها، طلع لا والله كثير هينه ومنا صعب لحتى احملها. وهذا مثل رابر فينش عاملينه، فبتقدر هيك تكمش على ايدكم برياحه ما بتصحط ولا بتضايقكم. خفيفه كمان، عنده هون يو اس بي رح تنشك فيها بعتقد رح تحتاج مشان نشرجها يمكن. وفي زرار هون في دوله الايكيد هون يمكن مبين معكم تحت الاطراف هون في دوله الايكيد وضوين اضافيه 1 و 2 وفي ضوء كمان لماوس. هلا شو يعني ما بعرف انا ليه بدي استعمل كنترولر كماوس، بس السؤال الاهم بكثير من هيك يلي خلينا نرجع لهون، السؤال الاهم بكثير من هيك واللي اكيد بيطرح نفسه، ليش انا بدي استعمل
كنترولر بهالحجم اذا انا بدي العب لنقول جيمز على السامسونج اللي هو ديفايس اندرويد، وسامسونج اس 4 والاس 5 هن اكبر ديفايسز اندرويد منشريين عالميا، اكثر ناس عندهم اندرويد ديفايسز بيكونوا سامسونج. لاحظوا الفرق، الحجم قد بعض. وهذا ما اعتبرنا نحط الكنترولر بقلب العلبة، هاي العلبة حطيناها هون. شفتوا هلا بقلب علبتها قد ايه عريضة؟ شوفوا التليفون، يعني مثل ما شايفين هيدي كثير كبيرة من شان التليفون. يعني اذا انتم عندكم تليفون سامسونج مثل اندرويد ما حتجيبوا هيك كنترول رح تلعبوا على الاندرويد، بتجيبوا هيك كنترول لتلعبوا على التابلتس. وفي شقفة اكسسري اضافية هون اللي هي 2 يو اس بي مثل يو اس بي كونفرتر، بتنحط هيدي بصير هيك هيك حسب ما انا عم بفهم يعني بالكنترولر. اها اجن بعد ماني مأكد، في زرين اضافية ما كنت بنتبه لهم، شولدر باتنز موجودين هون. يعني فعلا كنترولر كامل، تريجر باتنز، شولدر باتنز، وكل الزرار موجودة مثل كان كنترولر كامل، وفيكم تستعملوه مشان تلعبوا عليه التابلت جيمنج. خلينا نجرب اذا هيدي عاملينها للتليفون، هاي المسكة اللي عطينا اياها. لا طريقة تانية هدي تفتح فيها شكل الظاهر. شي خزعبلة بعتقد هيدي بتكون هيك، هذه هاي هدفها لحتي تسندوا التليفون عليها او التابلت اللي انت عم تلعبوا فيها اندرويد، وهيك بصير مثل كانتكم جيمنج ميني مايكرو كونسول شغله. حاسس حالي عم بقرا جريده بصراحه. انستلاسيون كونزرفازيون، يا اخي وين يا زلمه؟ بلشوا بالانجليزي، شو هيدا؟ ما زلنا عم نجرب نعمل انبوكسنج مراجعه. ما بتحبوا كثير وقت انت يكون عندكم كنترولر هالقد صغير، الورق تعول الفسروك اللي تعملوها هالقد كبره. بعد افتحها اول صفحه لحتى نشوف، بعد فتش على اللغه اللي انا بدي اياها، وثلاث ارباعها اصلا ماني عايزهم، طق حنك ما له عازي. طب ما حطوا لي يا خي الانستركشنز على محل وهدول بمحل ثاني، لازم الكوبي رايت اللي بمليون الف لغه مع الانستركشنز كيف استعملها. هلا هاي الكنترولر بتشتغل على بطاريه انترنال، بتتشرج خلال يو اس بي مثل ما شايفين، شكيت انا هذا الدونجل تاع اليو اس بي تاعها، الطرف صغير بالجوي باد والطرف الاصلي الكبير بدنا نشكه بالكمبيوتر. هلا اكيد مثل ما شايفين هون ما في كمبيوتر شغل او جيمنج بيكون شكله مرتب، دائما بتلاقوا شرايط شمال يمين. لحتى اقدر شك هاي الكنترولر بمحلها بدي الاقي لها محل مريح ما في حتى بين شريطين، فالشريط الوحيد اللي هلا شايفه هو هذا، رح فكه خلينا نشوف اذا تركب هون. فاتت ما عم تفوت، اوكي بركي بدنا نشكه. اوكي خلينا نشوف اذا عم مثل ما شايفين هون الضوء الاورانج صار هذا، يعني عم بتشرج. اول ما تشرج وتصير البطارية مليانة رح جربها على الاندرويد لنشوف اذا كيف تمشي حالها. بس فعلا لبكة بصراحة، بدي اجيب لها يمكن هيدي تصير يو اس بي اكستنشن، لانه ما معقول كل مرة بدي اشكها بهالطريقة، شكلها بخوف اصلا على الكمبيوتر، يعني كأنه ورم طالع منه.